صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا رمضان كريم وكل عام وأنت وأهلك الخير. سعيد بوجودي بينكم اليوم بين أهلي وعزوتي في قلعة الكرك، كرك الصمود والشجاعة، ومن هذا المكان بستذكر شهداء الوطن وبالأخص أسد القلعة العقيد الركن سعد المعاق والفاطمة، الله يرحم كل شهداء. هذا البلد الأفضل يتقدم بهبة شبابه، شباب الأخوة والأعضاء، ولازم نضل إيدينا بإيدين بعض للعمل نحو أردن أفضل. وزي ما بتعرفوا سيدنا دائما حريص على دعم الشباب لأنه بيأمن إنه الشباب هو المستقبل. فشكرا لكم، الله يعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير.